السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أعود إليكم بعدما طال الغياب بعض الشيء في حلقة لا أستطيع وصفها، حلقة خرافية رهيبة جدا، حلقة كانت أكثر من مثيرة، الحلقة الرابعة للموسم الثاني لأنمي الهجوم على العمالقة، كانت حلقة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أنيميشن من الطراز الرفيع. صحيح أن الأنمي ربما 12 حلقة فقط، لكن الأنيميشن تستاهل الانتظار لمدة 4 سنوات، حلقة رهيبة وخرافية. هيا بنا لنكتشف أهم الأشياء التي حدثت في هذه الحلقة الأكثر من رائعة. إذا تبدأ الحلقة بظهور العملاق الوحش الذي يتسلق برج وصور عالي جدا بعيد عن منطقة البرج الذي يتواجد فيها فيلق الاستطلاع، جزء من هذا الفيلق وبعض الجنود الغير مسلحين إضافة إلى بعض العمالقة، وانطلق هجوم الفيلق ومتكون فقط هي فرقة فقط متكونة من 4 أشخاص، والشيء الأشخاص الآخرين غير مسلحين كما ترون هم يخوضون هنا نقاش، حيث عدنا في الزمن بساعتين قبل اندلاع المعركة. تحدثوا عن ما صادفوه في القرية الخاصة بكولين التي وجدوا فيها عمالقة، لكن لم يجدوا أثار للدماء ولجثث بشرية، أي ربما أن الساكنة نجت في الهروب لكنه ما زال مشطون على عائلته. تظهر لنا يومير التي تريد أن تلطف الجو حينما تقوم بالاستهزاء به، وبعد ذلك عندما يتفرقون يلحق عليها رينر ويجدها في غرفة ما تبحث عن شيء لتأكل، حينما يعني قامت باختيار علبة من السمك المملح، وحينما أخذها رينر قال لها إذا هذا سمك مملح، لكن كيف استطعت قراءة اللغة المكتوب بهذا الشيء؟ فأنا لا أستطيع قراءتها. ونظرت الدهشة على أعين يومير غامضة جدا، هذه الحلقات تخفي شيئا ما حتما، وهذا هو الشيء الذي سوف نكتشفه في آخر الحلقة. إذا في تلك اللحظة يظهر أحد أعضاء الفرقة ويقوم بإخبار الكل بالتوجه إلى البرج لأن العمالقة حضروا وسوف يبدأون بالهجوم. وهنا نستأنف أحداث بداية الحلقة، حيث تظهر لنا ناناغاسان التي تهاجم بقوى عاتية نحو العمالقة، لكن يظهر لنا الباب المكسور، أي أن أحد العمالقة من الحجم الصغير قد قام بالتسلل، وبعد ذلك يتم توجيه أوامر إلى الأعضاء الغير مسلحين بأن يدخلوا ويشكلوا حاجزا ويحاولوا منع العملاق، وإن لم ينجحوا بذلك فليتوجهوا مجددا إلى السطح. إذا يهبط رينر وبالفعل يلتقي مع هذا العملاق في مشهد صادم جدا ومخيف. يظهر لنا فلاش باك خاص عن طفولة رينر، ربما هنالك شخص قام بإنقاذ رينر عن التهام من طرف أحد العمالقة، لكن لن نعرف بعد هوية هذا الشخص. يتم استعمال أحد المدافع من أجل القضاء على هذا العملاق، لكنه ينهض من جديد ورينر يقوم بالإنقاذ هذه المرة، وحينما كان يقرر أنه سوف يلقي نفسه مع العملاق يتدخل أحدهم هناك ويخبره بأنه يستطيع تشريح فك العملاق عن طريق استعمال السكين، وبعد ذلك يقومون بقذفه باستعمال قوة الجميع ويتخلصون منها. تظهر لنا يومير التي تثني على الفرقة الموجودة حاليا وتخبرنا بأنهم ربما فرقة من النخبة، يمكن أن نعتبرها كذلك لأنها في مستوى مختلف تماما عن بقية الجنود، حيث أنهم نجحوا في القضاء على العديد والعديد من العمالقة. لكن حدث مفاجئ جدا وهو ظهور الأحصنة الميتة، وهنالك شخص ما يقوم بقذف الحجارة والتي ساهمت في تضرر البرج، ويتم استنتاج ذلك عن أنه العملاق الوحش الذي ظهر في بداية الحلقة يتسلق تلك المنطقة البعيدة، وكانت من أجل الرؤية الواضحة لضرب الأهداف، وقد فعل هذا أيضا في الحلقة الأولى إن تذكرتم. هذا العملاق ليس عملاق عادي بل عملاق ذكي، وهنا يظهر لنا بأنهم كانوا يعدون لخطة ومكيدة مدبرة وجد دقيقة، حيث أنهم يقومون بإلهائهم بالدفعة الأولى من العمالقة، ثم يقومون بالقضاء على الخيول، ويقومون بتدمير وإلحاق الضرر بالبرج حتى لا يستطيع أي أحد الهرب، وبعد ذلك خطوة أخيرة يقومون بدفع عدد كبير جدا من العمالقة. كما ترون الحالة
الخاصة بالبرج متضررة جدا وهو على وشك السقوط. حتى عضوين من الفرقة تم قتلهما من طرف العملاق الوحش بتصويبة بعيدة من الحجارة. يظهر لنا أيضا بأن جيلغار أيضا خارت قواه، نفذ منه الغاز، كسرت شفراته وضرب على رأسه، يقوم بالاستسلام ويسقط أمام هذا الكون من العمالقة. الشخص الآخر أيضا في حيرة من أمره، كما ترون الصورة تعبر عن كل شيء، يعني موقف لا يحسدون عليه. تمت محاصرتهم من طرف العمالقة، لا غاز، لا أنصال، لا خيول، لا يوجد أي شيء. تم محاصرتهم بذكاء وينتهي أمرهم في مشهد مأساوي جدا ودموي، كما ترون حينما يتم التهامهم بكل وحشية وبدون رحمة من طرف العمالقة. إذن اليأس يخيم على الجنود الغير مجندين والذين لا يملكون أي سلاح، بل حتى رينر مصاب ولا يملكون ولو سلاح واحد، ينتظرون فقط موتهم. إما أن تصعد العمالقة إلى هناك، أم هي مسألة وقت فقط ويقوم البرج بالتساقط ويتم قتلهم جميعا. تطلب يومير السكين ويتساءلون ما الذي سوف تفعله به. تحدث عن ذكريات وعن وعد في ذلك الجبل الثلجي، لكن الأمور ما زالت غامضة. وفي ابتسامة حزينة نوعا ما ومقلقة تخبرها بأن تعيش حياتها فخورة بها. وهنا تظهر لنا يومير في مشهد بطولي، لكن يظهر أنه تهور ربما. فما الذي سوف تفعله يومير بالقفز من هناك؟ هل سوف تنجو حتى من القفزة؟ وما الذي سوف تفعله بالسكين تجاه كل ذلك الكون من العمالقة؟ حتى نخبة الفرق الخاصة بفيلق الاستطلاع وقفت عاجزة أمامهم، لكن يومير تقفز. المفاجأة سيدي المشاهد هي أن يومير تقوم بجرح يدها بطريق السكين، وهذا يذكرنا بشيء واحد فقط، وهو نعم كما تتوقعون التحول إلى عملاق. كان مشهد رهيب وصادم لهذه الحلقة. يومير تتحول لعملاق أمام دهشة الجميع ودهشة العمالقة أيضا، ويظهر لنا تكون العملاق الخاص بيومير. وهنا توقفت حلقة اليوم. كانت حلقة رهيبة بكل ما تحمل المقاييس، حلقة جد 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 مثيرة، ما فيهاش ولو 30 ثانية أو 20 ثانية من الملل أو التمطيط على عكس الحلقة السابقة. إذن حلقة كانت أكثر من رهيبة، أحداث مكتظة ومتسلسلة، ولكن ارتكزت على مشهد واحد فقط وهو مشهد البرج. وكما رأيتم العنوان كان يوحي إلى الخطة التي نصبها العملاق الوحش الذي ما زالت غامضة هويته وما زال يثير الكثير من القلق. ما هو هدف هذا الأخير؟ إن كان يستطيع التفكير ويستطيع نصب كل هذه الخطط ويستطيع التحكم حتى في العمالقة، فكان يرسلهم على دفعات مختلفة في أوقات معينة، فما الهدف وراء ذلك؟ وما هي الهوية الحقيقية لهذا العملاق؟ ولدينا يومير التي كانت حدث الحلقة والتي قلبت الموازين على العمالقة وقامت بإجهاض الخطة الخاصة بالعملاق الوحش حينما قامت بالتحول لعملاق. لكن السؤال الذي يطرح والتي ربما نرى إجابته في الحلقة القادمة إن اكتملت على هذا المشهد، أو ربما هي تنتقل إلى مشهد الآخر، هل سوف تنجو يومير؟ فلا يكفي تحولها إلى عملاق، فنحن نعرف قوتها الحالية، نحن نعرف إن كانت سوف تستطيع النجاة وسط ذلك الكوم الهائل من العمالقة. إذن هو سؤال سوف ننتظر إجابته في قادم الحلقات. هنا يتوقف فيديو اليوم متابعي الكرام. كالعادة إن كان لديكم أي تساؤلات، أي ملاحظات، أو أي إضافات أو نظريات أو توقعات، فلا تترددوا بوضعها أسفل الفيديو في التعليقات. ألقاكم في مراجعة أسبوعية أو انطباع عن المقبل إن شاء الله. كونوا في الموعد.